يعني أنهم معصومون. أربع طوائف هؤلاء معصومون. الطائفة الأولى الأنبياء، هؤلاء معصومون عن كل خطأ وسهو ونسيان ومعصية وعمد، لا يعصون الله أبدا، حتى اشتباها وسهوا ونسيانا وخطأ وغفلة مرضهم. هؤلاء هم الطائفة الأولى الذين هم معصومون ولا يعصون الله في كبيرة ولا صغيرة، قبل بلوغهم وبعد بلوغهم، قبل نبوتهم وبعد نبوتهم، في كل الأحوال لا يعصون الله. هذه هم الطائفة الأولى الذين لا يعصون الله في كبيرة ولا في صغيرة. الطائفة الثانية الملائكة، الملائكة لا يعصون الله في كبيرة ولا في صغيرة، كل أعمالهم حسب أمر الله وحسب إرادته بلا زيادة ولا نقيصة. الطائفة الثانية الملائكة. الطائفة الثالثة من المعصومين الأئمة الطاهرون، علي، الحسن، الحسين، زين العابدين، يعني السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، المهدي، عجل الله تعالى فرجه وعليهم جميعا الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا معصومون لا يعصون الله في صغيرة ولا كبيرة. هذه الطوائف. الطائفة الرابعة نفران فقط، امرأتان، وهما أم عيسى مريم وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. هاتان المرأتان أيضا معصومتان، الملائكة، الأنبياء، الأئمة، هاتان السيدتان، ومريم أيضا كانت في زمانها سيدة نساء العالمين، وفاطمة أيضا لما جاءت صارت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذول معصومين. الأصم شنو معناه؟ الأصم معناها حالة نفسية تمنع الإنسان عن أي خطأ. حالة نفسية في نفس الإنسان، مو أنه مجبور، لا، ماكو جبر. لنمثل الأصمة بمثال، مثلاً هل يمكن إنسان عاقل يشرب البول؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ السبب أن في الإنسان حالة ترى هذا الشيء قبيحا فلا يرتكبه. هل يمكن لإنسان عاقل أن ينزع ملابسه كلها ثم يمشي بالشوارع؟ ما يمكن. لماذا؟ مجبور؟ مو مجبور. يعني هل بإمكانه ذلك؟ بإمكانه، لكن لا يصنع، باختياره لا يصنع.
لماذا لا يصنع باختيار هذا الشيء؟ لأنه يرى قبح هذا الشيء. النبي هكذا، النبي يرى قبح كل انحراف. يعني النبي عنده الكذب مثل أن يمشي الإنسان العادي عارياً. النبي هكذا عنده حالة نفسية، يرى قبح كل معصية حتى الصغيرة وحتى المكروه، لأن الأنبياء والأئمة والملائكة والسيدتين مريم والزهراء لا يصنعون حتى المكروهات. شي مكروه ماكو؟ مثلا أكل الجبن مكروه وحدة مع الجوز مستحب شرعا، وأكل الجوز وحده مكروه ومع الجبن مستحب شرعا. وأكو بالحديث الجبن والجوز كل واحد منهما داء، فإذا جمعتهما صار شفاء. هذا مكروه شرعا. النوم بين الطلوعين مكروه، يعني الإنسان ينام بعد أذان الصبح إلى أول الشمس، هذا مكروه شرعا. النبي لا يفعل هذا الشيء، الإمام لا يفعل هذا الشيء. فالنبي لا يصنع والإمام لا يصنع هذا الشيء. هنا سؤال، كيف هذا هكذا؟ هل بالإمكان أن يكون النبي أو الإمام هكذا؟ الجواب نعم. الحقيقة الإنسان، هذا الإنسان الذي تشاهده وأشاهده، والإنسان الذي هو أنا وأنت، صفات مختلفة أكو في الإنسان، مو بالألوف وعشرات الألوف، بالملايين صفات مختلفة، بالملايين. شوف وجوه الناس، هل ترى اثنين شبهين؟ نفوسهم نفس الشيء، نفوس الناس مختلفة أشد أنحاء الاختلاف. قسم من الناس ذكي إلى أبعد الحدود، قسم من الناس لا 99 درجة ذكاء، قسم 98، قسم 97، يصل إلى إنسان بليد ودون البليد والأنزل من البليد، حتى يصل إلى مستوى المعتوه وإلى مستوى المجنون وإلى مستوى شديد الجنون. هنا أول ماكو هذا الشيء في الكويت، لكن في بعض البلاد العالمية أكو. إذا دخلت دار المجانين تشوف، ولعل بعضكم داخلين، وإذا حقيقة رحتوا إلى بلد فيها دار المجانين روحوا إلى دار المجانين، لأن هذا الشيء أولا يذكركم بنعمة الله على أنفسكم، وثانيا يري لكم اختلاف خلق الله. أكو مثال يقولوا لك جنون فنون. تشوف إذا ذهبت إلى دار المجانين، قسم من الناس 20-50-100 هذول منطلقين في ساحة كبيرة، لأن هذول جنونهم خفيف. قسم منهم تشوفهم لا، كل 15 في غرفة، لأن هذول جنونهم أشد. قسم منهم لا، كل واحد في غرفة مقفل عليه الباب، لأن هذا جنونه كل الشديد. قسم منهم في غرفة واحدة ومكبل أيضا، لأن هذا الجنون أشد. ولذلك مثلا مشهور يقول الجنون فنون. الذكاء نفس الشيء، تشوف 40 طالب كلهم كويتيون ومن منطقة واحدة تسمى ببنيد الخار أو الصليب خار أو الشار، هذول 40 طالب 50 طالب في مدرسة واحدة في صف واحد، واحد أخذ درجة 100، واحد أخذ درجة 80، واحد أخذ درجة 60، واحد أخذ 40، واحد أخذ 20، شنو هذا؟ اختلاف الذكاء؟ ذكاءات الناس مختلفة، اختلاف هائل. كلامنا في الأنبياء، ونرجع إلى كلامنا في الأنبياء، ينقلون في أحوال أبو علي بن سينا هذا الرجل المشهور، ينقلون في أحواله أن أبا تلميذ آخر، تلميذان، تلميذ ابن سينا وتلميذ إنسان آخر، ما أدري شنو، هذول يدرسان عند أستاذ واحد. أبو علي تقدم تقدم هائل،
ويلاقب تلميذ الآخر واقف تلميذ عادي. أبو ذاك التلميذ الثاني جاء إلى المعلم وقال: يا معلم، لماذا يتقدم هذا الولد ابن سينا هذا التقدم الهائل وولدي لا يتقدم إلا عاديا؟ قال: ذنب ولدك، هو بليد، هو ليس بذكي، وليس ذنب ابن سينا أو ذنبي. قال: ليس ذنب الأبغى. قال: الآن أريد تجر. زين. قال: غدا تعال قبل موعد الدرس، يعني قبل ساعة 8 تعال إلى محلي. هذا تأكيد يا أخوات ابن سينا. زين. تذكرون انتو الشيبة كنا نروح على الكتاتيب الشيخ القديم، كل واحد كان عنده دوشك صغير، كان كنا نجلس على دوشك صغير في الكتاتيب القديمة، فيظل الدواشيك نجيبهن ونقعد عليها. عادة قديمة سابقا ما كانت كراسي، من زمان ابن سينا وقبل ابن سينا. المعلم لما جاء أبو الولد جاء لدوشك ابن سينا، وابن سينا ولا 6-7 سنوات عمره، مو اكثر ولا اقل، يروح على الشيخ، ووضع تحت دوشكه ورقه كتابه، وجاء بمقوى ضخم ضخامه ما يقارب امله عليه نعمه تسمى. خلى هذا المقوى الكبيره اللي بضخامة أملة تحت دوشك الولد، وورقة وضعها تحت دوشك ابن سينا. قالوا بقى شوف. جاء بعد شوية ابن سينا، ولد طفل صغير 6-7 سنوات عمره، جلس على الدوشك ماله، وإذا جلس أخذ ينظر إلى السقف، إلى الحائط، إلى اليمين، إلى اليسار، ويباوع. المعلم قال: شو تباوع؟ قال: في الحقيقة اليوم مرضي متغير، أنا ما أدري السقف نازل أو أنا صاعد. روح شنو سقف نازل أو تصاعد مخفض صاير؟ المعلم يقول له: قال له والله أنا أحس أنه إما أنا صاعد اليوم بمقدار ورقة أو السقف نازل بمقدار ورقة. جاء أفحص أنه لا، أشوف السقف عادي والحائط عادي واليمين عادي واليسار عادي، ما أدري شنو. قال لأبو الولد: شفت؟ يحس بورقة ارتفاع. جاء لك الولد الثاني، جاء جلس وكأنه إنسان عادي لم يشعر بارتفاع مقدار أمله، بمقدار إصبع، عرض إصبع مو ظل إصبع، بمقدار عرض إصبع لم يشعر به. قال: شفت؟ الآن نحن نرى هذا الشيء في حياتنا، إنسان دقيق نراه مفكر لا يفوته صغيرة ولا كبيرة، وإنسان نراه عادي مبعثر يضيع الكثير والقليل ولا يعرف الصديق ولا غير الصديق ولا المحسن ولا غير المحسن. شنو؟ درجات الذكاء، ذكاء الناس مختلفة. العجيب في الأمر أكو في القانون على بعض الشباب قاري في كتب المدارس، ماكو في كتب المدارس واقع، هذا يذكرونه في علم النفس أيضا وفي الإذاعات لعله سامعين، لعله قاري في المجلات العلمية أو ما قاري ما أدري، لكن هذا القانون موجود في الغرب، علماء الغرب والشرق، علماء علم النفس يذكرون هذه القاعدة، قاعدة سلم الارتقاء الحيوي أو سلم التدرج الحيوي. القانون يعني شنو؟ يقولون في الإنسان، يا شباب اسمعوا، وأنا دائما أجيب، ما أجيب أشياء بعيدة عن أذهان الأصدقاء يكون مو غلط العلميات، لا، دائما أنا دائما أجيب أشياء تجارب كلكم وقعت عليها أو ستقع عليها. علم النفس في الحقيقة علم مشوق إلى أبعد الحدود كعلم الاجتماع. قانون التدرج الحيوي أو قانون الارتقاء الحيوي
يقولون الآن إلى الآن يقولون علماء لا ندري لماذا هذا الشيء وأي جهاز في بدن الإنسان يدير هذا الشيء. يعني شنو؟ يعني أنك ترى هذا معلوم أينك ترى، كل إنسان طبيب يعرف أن أينك ترى. زين أنت تفكر، كل طبيب ومشرح وعالم نفسي يعرف أن مخك يفكر، صح؟ أنك تهرم الطعام، كل إنسان يعرف أن معدته تهرم الطعام، واضح. أنك تتنفس، كل إنسان يعرف أن رئتك تتنفس. أن الدم يوزع على جسمك، كل إنسان يعرف أن القلب مضخة توزع هذه المضخة الدم على الجسم. أنك تتكلم، كل إنسان يعرف أن اللسان يتكلم، صح. أنك تسمع، كل إنسان يدري أن الأذن يسمع. إذن أشياء واضحة ومليون شيء واضح، لكن يقولون هذا الشيء وهو القانون التدرج الحيوي أو قانون الارتقاء الحيوي مجهول، لا ندري أين في جسد الإنسان يدير هذا القانون. شو القانون؟ القانون يقول هذا موجود في الإنسان وفي الحيوان. أخذ لك تجربة، أخذ لك فرد 10 بيضات مال دجاجة، أخذ لك فرد 10 بيضات مال أوزة قطة، أخذ لك فرد 10 بيضات مال لجلج، أخذ لك فرد 10 بيضات مال جن طير الماء اللي يسموه هنا بالروع الجن، أخذ لك وجيب لك هذه الحيوانات الأمهات وتفرخ هذه البيضات تحت هذه الحيوانات، كل حيوان يظهر من تحت البيضة وبعد الاستفراغ الحيوان يطلع. أول شيء عجيب، هذا مو شاهدنا، هذا مقدمة الشاهد، نأتي إلى الشاهد ونأتي بعدين إلى الأنبياء، لأن احنا كلامنا إلى الأنبياء وعصمة الأنبياء، لا تنسوا الموضوع. هذا كمثال علمي جمعنا هذا الشيء. أول شيء أن هذه البيضات العشر مالت أم دجاجة وأب ديك، يعني هذه البيضات مال نفس هذه الدجاجة ومال نفس هذا الديك، لما تظهر الأفراخ وإذا فرخ أبيض وفرخ أسود وفرخ ماوي وفرخ مختلط ومختلف الألوان، أول تحير العلماء إلى اليوم. قلت للإخوان اقروا علم النفس، اقروا علم الحيوان، اقروا علم التشريح، تجدون مدهشات، والعلم واقف إلى اليوم اللي أتكلم وياكم عنه، ومو مجربين، تجارب وعلماء وعشرات السنوات ولم ينتهوا إلى نتيجة. يقولون لا نعلم لماذا هذا صار أبيض، ولماذا هذا صار أسود، ولماذا هذا صار ماوي، ولماذا هذا صار ملون، ولماذا هذا صار فرق قطعة وفرق لون. شو السبب؟ الأب واحد والأم واحدة، يعني الدجاجة والديك، الأكل واحد، المكان واحد، المناخ واحد، المربي واحد، كل شيء واحد 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 واحد. وكنت قبلا إلى تكسر هالبيوت يوميا تشترون بيض بعد طبقة 30 بيض فيها وتكسر البيوت تشوف كله كل شيء كل واحد، على قول العربية الفصيح أح ومح، الصفار والبياض في العربية الفصيح يسمى أحدهما أح والآخر يسمى مح. الأح والمح ترشقوا في هذه البيضة وهذه البيضة وهذه البيضة وهذه البيضة وهذه البيضة إلى الأخير البيوت. لماذا ظهرت أحدها أبيض والآخر أصفر والآخر ماوي؟ الشيء الأول الذي وقف فيه العلم مو معلوم. جيد، هذا شيء.
الشيء الثاني وعلى التجربة في نفس الأبوين جاري، وكلكم تعلمون هذا الشيء، وهو أب واحد، أم واحدة، بيت واحد، أكل واحد، مناخ واحد، طبيعة واحدة، تربية واحدة، ولد يطلع شجاع، ولد يطلع جبان، ولد يطلع كريم، ولد يطلع بخيل، ولد يطلع جميل، ولد يطلع قبيح. حقيقة الإنسان أحيانا يشوف أخوين لا يصدق أنهما أخوين، أحدهما جميل 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 على قول ذاك الشاعر شعره أصفر ذهبي، والواحد الآخر تشوف شعرها قطط، قطط يعني مدور، وأسود فاحل. لماذا هذا الشيء؟ الأب واحد، أحيانا توأم نفس الشيء، اثنين جاء من أب وأم في ولادة واحدة، أحدهما جميل والآخر قبيح، أحدهما سريع التكلم والآخر بطيء التكلم، في بطن واحدة وتوأم وأب واحد وقابلة واحدة وتربية واحدة. العلم وقف، يقول لا أعلم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الأعجب من هذا، يقولون أن العلم صار مجنون في هذه النقطة. هذه النقطة كلنا نمر عليها، لكن التفتوا إليها في الحقيقة شوية. يقولون لا نعلم، واسأل من أي طبيب مشرح وأي عالم نفسي وأي عالم فسيولوجي وأي عالم بطبيعة الإنسان والحيوان، يقولون لا نعلم لماذا أن الذكر والأنثى في العالم على طول الخد ميزان. يعني شنو؟ يعني أنه لماذا فرد 50 سنة النساء لا يلدون كل الذكور؟ لماذا؟ بيدهم مو بيدهم. لماذا لا يلد النساء فرد 50 سنة كل أنثى؟ لماذا لا؟ روح إلى هذا هنا مستشفى الولادة، في مستشفى الولادة في الكويت، صديق هناك نقل لي قال لي يومية عندنا 100 ولادة وأكثر وأقل، كويتيين وغير كويتيين، يومية 100 ولادة. لنفرض 100 ولادة من نقول أكثر ولا نقول أقل. هل 100 ولادة قسم أنثى قسم ذكور؟ وهذا مستمر من زمان أدب إلى اليوم. لماذا ما تخطأ في هذا الشيء؟ ليخفى النساء فرد 50 سنة لا يلدون إلا الذكور، ولتخفى النساء فرد 50 سنة لا يلدون إلا الإناث. صحيح الله، لكن أي جهاز في بدنك وبدني يكون هذا الشيء؟ الله يكون، لا شك فيه، لكن الله بسبب. أنا أتكلم بقدرة الله لكن بلساني، أنا أنظر بقدرة الله لكن بعيني، أنا أسمع بقدرة الله لكن بأذني، أنا أبطش بقدرة الله لكن بيدي، أنا أمشي بقدرة الله لكن برجلي. المرأة تلد بقدرة الله، لكن أي جهاز في المرأة ينظم أولادها قسم ذكور وقسم إناث؟ أي جهاز في الاجتماع الكبير، مثلا صاير تسمعون فرد بلد أفرض هونغ كونغ، هالسنة كلهم ولد ونساء بنات، أفراد شيء؟ ماكو. جهاز، ما هو الجهاز في الكويت؟ فرد سنة تشتبه النساء في الكويت كلهن يلدن الذكور، أفراد شيء في العالم صاير؟ ماكو. هذا الشيء الثاني المجهول في الحيوان وفي الإنسان، هذا جهاز مجهول في داخل، والعلم يفتش عن هذا الجهاز. الجهاز الأول اللي يفتش العلم عنه لماذا؟ التغيير الخلقي. الجهاز الثاني اللي يفتش عنه لماذا؟ التغيير الخلقي، يعني كرامش متواضع الأشياء. الجهاز الثالث اللي العلم يفتش عنه لماذا الاختلاف الذكوري والإناثي؟
الجهاز الرابع وهو ما شاهدنا الآن هنا الكلمة الذي يفتش العلم عنه، وهذا أيضا جهاز مدهش عجيب، أن اختلاف الناس، هذا الاختلاف الذي نجده في سلم الارتقاء الحيوي أو سلم التدرج الحيوي. نرجع إلى مثال الأول، 10 بيضات خليناها تحت دجاجة من أم واحدة وديك واحد، وإذا خرجت 10 أفراد، هل أفراد العشرة كبروا صار عمرهم 5 أيام 6 أيام 10 أيام؟ تشوف هالدجاجات قسم منها تستعلي على قسم، هذا يسمى بالتدرج الحيوي، يعني أنه القانون الارتقاء الحيوي، يعني واحد من الدجاجات يصير مظلوم مظلوم أخير الدرج أخير السلة، واحد من الدجاجات لا شوية أنشط، واحد شوية أكبر، واحد أكبر، واحد مسلط على الكل، بينما كلهم إخوة. وبيتك نفس الشيء وبيتي نفس الشيء، عندك إن شاء الله 5 أولاد ذكوركم أو 5 بنات إناث كلهن، لماذا يصير فرد واحد من هؤلاء الأولاد مسلط على كل الأولاد؟ أب واحد، أم واحدة، تربية واحد، أخلاق واحدة، فرد واحد منهم يستعلي على الآخرين. العلم يقول إن الجهاز في داخل الإنسان والحيوان هذا الجهاز مجهول، لا نعلم لماذا هذا الشيء. سنريهم، الله في القرآن الحكيم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى تعترف ويعترف العلم أننا عاجزون. عاجز، مو أنا عاجز، أنا مو مهتم علم النفس ولا علم التشريع ولا علم الأحياء ولا سلم التطور. علماء يصرفون أوقاتهم 50 سنة في أرخى الجامعات العالمية وهم عاجزون عن فهم هذا الشيء. يقولون شرحنا الإنسان، رأينا مخه، رأينا أذنه، رأينا لسانه، رأينا كبده، رأينا قلبه، رأينا أجهزته، كل واضح، لكن هذا الجهاز الأول مجهول، الجهاز الثاني مجهول، الجهاز الثالث مجهول، الجهاز الرابع مجهول، وأنا أقول لكم جهاز خامس أيضا، الله أشار إلى كل هذه الأجهزة في القرآن في آية صغيرة صغيرة جدا. الله تعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه، يقول أنا أعطيتكم الشيء، أنا استقام بيدي، أنا ما أخلي النساء يزدادون على الرجال بالنسبة الفاحشة أو النساء يزدادون على الرجال بالنسبة الفاحشة، أنا سويت القرآن الذي أعطى كل شيء خلقه. نجار ماكو يصنع باب كبير، يصنع باب صغير، يصنع باب ضخم، يصنع باب قصير، يصنع باب أحمر، يصنع باب أخضر. النجار يقول أنا صنعت الخشب هكذا أبوابا، الله يقول أنا سويت هذا الشيء. أبو فريد جهاز أيضا، هذا الجهاز 1000 سنة مجهول، يعني 1000 سنة العلماء يتبعون في أين من بدن الإنسان هذا الجهاز لا يجدونه. شنو هذا الجهاز؟ هذا الجهاز أيضا عجيب. أنت ما أدري شايف ومو شايف، الحيوان لما يلد، إن شاء الله جربوا هذه الأشياء حتى تعلموا هذه الأشياء، الحيوان يلد العصفور، والحيوان يلد الحمام، والحيوان يلد الدجاجة، والحيوان يلد الصخلة، والحيوان يلد الجاموس، والحيوان يلد الفيل. زين، العصفور كبر 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 حتى صار هالكبر، لماذا ما يصير اكبر؟ الحمام كبر كبر صار هالكبر، ما صار اكبر بعد، من وقفه؟ ما هو الجهاز في داخل هذا الحيوان الذي وقف نموه؟ وقف خلاص، اضطر احنا نولد طفل مقدار ارتفاع الفكر، بعدين صرنا فترة ونص شبريين، 3 شباب، 5 شباب، 6 شباب، 7 شباب، وقفنا. من وقفنا؟ عمينا تصير طويل أطول، من وقف جهازنا حتى لا يصير أطول؟
ومن وقف جهاز العصفور حتى لم يصل بمقدار حمام؟ عصفور يقبض 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 يصل بمقدار حمام. ومن وقف جهاز الحمام حتى لم يصبح بمقدار دجاجة؟ لا، بمقدار الحمام يقف نموه خلاص، يأكل يشرب يطير ينفع يسفل، لكن بهذا المقدار يقف خلاص بأمان الله. من وقفه؟ رأيت قبل شهر تستشر في مجلة العربي الكويتية البحث ممتع ضد السرطان. في الحقيقة فالدكتور عالم كبير يذكر هناك فالموضوع ضد السرطان قبل شهر تقريبا في مجلة العربي شفت هذا الموضوع، يقول على أنه اكتشف العلماء أنه راجعوا هذا المجلة. في الحقيقة مقالة جدا جميل، أنا ما أريد أن أقول كل المقال لكم وإنما أني أريد أن أقول كلمة من المقال مربوطة بحديثي. يقول اكتشف العلماء على أنه لو تمكنوا من تشطير خلية الحية في الإنسان، يعني تعلم أن أجسامنا خلايا حية، مليارات من المخ أخذ ومن الرأس وإلى الرجل، نحن مركب من مليارات من الخلايا الحية، اكتشفوا أننا إذا تمكنا من تشطير الخلايا الحية في وقت قصير يصبح الإنسان العادي الذي وزنه 50 كيلو، وإذا به يصبح وزنه 5000 كيلو. يقول في الجمل فرد من هذا الإنسان، يعني فرد نمو اعتباطي يحدث في جسمه، تراه البارحة متر واليوم متر ربع وباكر مترين وبعد أسبوع 10 أمتار وبعد 50 سنة 10,000 متر. يا الإنسان رجل على يشوفها، قلت لكم مصدره حتى تروحوا. يقول على أنه بهذه الوسيلة يتمكنون يأخذون أمام السرطان، لكن إذا أخذوا أمام السرطان تحقق أن النمو يصير قوة اعتباطي في الإنسان. يعني فرد مرة تشوف فرد الإنسان إذا جلس يستوعب مكانه منا إلى الجهة هذا الإنسان، ويستوعب طوله مقدار 100 ضعف برج الكويت. يقول اكتشفوا هذا الدواء، لكن هذا الدواء يحدث جنون في الجهاز الإنساني. هذا شيء عجيب واقع وغريب. أما أنه أي جهاز هذا الجهاز، العلم يقول إلى اليوم لا أعلم، لا أعلم أي جهاز ماخذ الإنسان، يعني ما يخليكم، لا نعلم أي جهاز ماخذ البطة والدجاجة والثور وما أدري الجمل والفيل حتى ما يخليه جهاز جهاز. شيء آخر، الحقيقة الليلة وقت تقريبا راح إلى هذه الأمور العلمية ولو كان لا بأس بها لأنها من آيات الله ويجب أن نعرف الله أكثر فأكثر، وإنما كان قصدي أنا أتكلم حول الأنبياء فأتكلم كلمة صغيرة حول الأنبياء حتى لنأخذ الوقت كثيرا. الأنبياء عندهم في داخلهم جهاز، هذا الجهاز مو موجود فيك ولا في، هذا الجهاز هو الذي يتلقى الوحي، جهاز في داخل الأنبياء. أكو قسم من الناس يقولون عندهم حاسة سادسة، ماكو؟ أكو قسم من الناس يقولون يقرؤون الممحي، ماكو؟ أكو قسم من الناس بمجرد ما يشوفك يقول أنت كريم أو بخيل أو شجاع أو جبان. علم القافة إن شاء الله فرزيلي أتكلم حول علم القافة وقياسه، وهذا فر الموضوع مهم من القديم شغل علماء الناس إلى اليوم. القافة قافة، نشوف فرد واحد، نشوف الناس وناس عظيم، نشوف فرد واحد يقول له أنت إنسان كريم مبين من وجهك كريم، متبين من وجهك شرور، متبين من وجهك سخي، متبين من وجهك خوش إنسان. يقول عيون هذا الإنسان لا تعجبني. شنو هذا؟ قسم من الناس هالشكل، عندهم حاسة سادسة. الأنبياء هكذا، الأنبياء عندهم حاسة سادسة، هذه الحاسة السادسة تتلقى الوحي، وهذه الحاسة السادسة
تمنعهم من أي خطر. هذه تسمى بالأسماء. مو مجبورين هم، مو مجبورين أبدا. شايف فرد أمية تقتل ولدها أبدا، أمية مجبور، أمية تتمكن تأخذ سكين وتقتل ولدها، أو تلقي بولدها من شاهد وتقتله، تتمكن. لكن في داخلها جهاز الرحمة الأمومية، في داخل هذه الأمية موجود هذا الشيء. هذا الجهاز يمنع الأمة من أن تقتل ولدها. هذا الجهاز المشابه له موجود في الأنبياء. الأنبياء في داخلهم جهاز، هذا الجهاز شنو؟ جهاز من ضيق التعبير معبر جهاز، يعني قوة، يعني قدرة، يعني ملكة، يعني حالة، يعني نفسية، يعني صفة. في داخل الأنبياء موجود جهاز هائل. هذا الجهاز أولا يتلقى الوحي، ولذا النبي الأعظم يقول إني يتنام عيني ولا ينام قلبي. الأنبياء كلهم مشهد في الأحاديث أقول الأنبياء ما ينامون أبدا، عيونهم تنام لكن قلوبهم واعية. يعني أنت إذا رحت عند النبي قلت يا رسول الله فورا يجيبك ولو أنه الآن نايم، وأنت يا واش قلت له يا رسول الله، لأن قلبي مو نايم. أنت شايف غمض عيونك وقلبك واعي بعدك إذا فرد حس صغير فورا تسمع. الأنبياء قلوبهم دائما مثل الرادار، الرادار يصير ينام، الرادار إذا نام طائرات العدو أغارت على البلد، ولذا الرادار لا ينام حتى لحظة. فيصير خلبان الطائر يمكن ينام؟ إذا خلبان الطائر نام، الطائر ارتطمت بالحائط أو بالبرج أو بالجبل وسقطت وقتلت 400 إنسان. صح أو صح؟ جاي هكذا النبي أبدا لا يغفل. النبي، الملائكة، الإمام فاطمة الزهراء ومريم العذراء، هذول القواعد الأربعة، هذول يقظتهم منامهم. أما الملائكة فلا ينامون أبدا، كما يقول الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. إني أوصي الشباب إخواننا وأكرر توصية ثلاث كتب، هذول من أولها إلى آخرها طالعوا اقرأوا شوفوا التفسير مالهم الأول القرآن الحكيم، واقع القرآن كتاب عجيب عجيب عجيب. الثاني نهج البلاغة من أوله إلى آخره، والثالث الصحيفة السجادية، هذا حديث الإمام السجاد أودع في هذا الكتاب الصغير والذي تسمى الصحيفة العلوم والمعارف والفكر وكل شيء واقع. وحقيقة صدق إذا نهج البلاغ كان للغربيين كانوا يملؤون الدنيا عظمة، وصدق إذا الصحيفة السجادية كانت للغربيين كانوا يملؤون الدنيا اعتزازا لهذا الكتاب. على كل حال الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يصف الملائكة، يقول الملائكة لا يفترون ولا ينامون ولا ينزعجون ولا يعصون الله طرفة عين. كان كلامنا في العصمة وفي الأنبياء، وأن العصمة عبارة عن جهاز في داخل النبي والإمام والملائكة والسيدتين، هذا الجهاز يمنعهم عن أي خطأ، عن أي سهو، عن أي نسيان، عن أي انحراف. ثم هذا الجهاز جهاز استقبال. شايفين؟ فالجهاز أكوها الكبرى يبيعوه بالسوق 10 ثانية، هذا جهاز استقبال يعني راديو. أما جيب فرد جهاز أكبر من هذا اللي يسمى بالثلاجة وقيمتها 100 دينار، جيب جهاز أكبر من هذا واسمها سيارة والتي قيمتها 4000 دينار، جيب جهاز أكبر من هذا وقيمتها 1,000,000 دينار، هذا مو جهاز استقبال. يعني جيب ثلاجة في غرفتك ياخذ موت، جيب سيارة في بيتك تاخذ موت، متاخذ موت. لكن جيب فرد جهاز صغير. يابان أخيرا نسوي، اشتركت في أحد المجلات، أخيرا نسوي إذاعة، يعني أنه راديو بصغر نصف قوطية كبريت.
قطيع كبريت مش كبرها؟ نصف قطيع كبريت. وهذا النصف قطيع كبريت تاخذ امواج لندن وطوكيو ونيويورك وطهران وبغداد. شنو هذا؟ فيه جهاز استقبال موج. اما السياره الكبيره ما في هذا الجهاز. الله جعل في الانبياء جهاز. في الاحاديث اكو الاحاديث الوارده عن الائمه الطاهرين ما يسموه جهاز. الائمه يقولون الانبياء والائمه امامهم عمود من نور يرون فيه كل شيء. هذا تعبير الروايات. عمود من نور امامهم. اما عمود من نور ذاك اليوم الناس ما كانوا يفهمون حتى يقولون في داخله افي جهاز. قالوا عمود نور في داخلهم جهاز خاص يستقبل امواج الوحي. امواج وحده. هذه الامواج انا ما استقبلها، انت بتستقبلها، يعني ما فينا جهاز. وكذلك النبي لا يعصي بمقدار ذره لان فيه جهاز قوي يمنعه عن اي معصية. الان شوف كمثال اخر، انت طيب وبعدين سبعت وبعدين لبست فرد ثوب نظيف ابيض، هل مستعد بمقدار كثرة سواد على ثوبك؟ لماذا مو مستعد؟ بينما تروح تشوف فلان عامل ثوب من راسه وصيح الى رجله وصاخه وسواد وحمار وكذا، شنو هذا؟ لان انت في داخلك جهاز يقول لك بمقدار نقطة سواد تلافي شخصيتك. ذاك العامل مو في داخل هذا الجهاز، يقول على انه حتى اذا من راسي الى قدمي وصاخ ما عندي مانع. الانبياء هكذا، الانبياء في داخلهم جهاز يمنعهم حتى من شعرة معصية، حتى من شعرة انحراف، هذا في داخلهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آية حول الملائكة يقول لا يعصون الله ما أمرهم، يعني فرد شعر ما طلعتهم خلاف. وبالنسبة إلى الأنبياء الله يقول بالنسبة إلى الأئمة الطاهرين يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول بالنسبة إلى هؤلاء الأنبياء الذين قرأنا الآية حولهم، بالنسبة إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط، يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم، يعني أنا سويت هذا الجهاز فيهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أوحينا يعني أنا سويت، يعني أنا اقتدت الموج لهم وهم عندهم جهاز قبلوا هذا الموج. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذول عبادنا اللي مقدار نقطة لا ينسحبون عن أوامرنا. هذا هو شيء قليل من معنى العصمة التي أثبتها علماء المسلمين في كتبهم حول الفلسفة الإسلامية. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.